ما يخص القضية ديال التبسيط الأمور ديال الوثائق الإدارية الأمور زعما ولات عادية زعما كنمشي مع الموظفين كيقضيو الغرض زعما فتوتسويت وثائق إلا طلبت شي حاجة كناخذها ظرف نص ساعة ثلث ساعة كناخذها ما بقاش كما كان داك الشيء قديم لا الأمور تحسنات الحمد لله إدارة تحسنات ما بقاتش إدارة القديمة هي دابا ولينا تمشيو تيستقبلونا الوثائق اللي تنطلبوا تما ما بقات ولكن تنتمنوا انه مازال باقي شويه بانه يشوفوا من الموظفين ديالهم المشاكل اللي عندهم وباش حتى المشاكل ديالنا تحل انا المهم الاداره ما بقات كي كانت الاول ولا غادي تتحسن ولا استقبلونا ولا الوثائق ديالنا ما تناخذهمش هذيك الساعه ولكن تناخذوا والموظفين راه الله يكون في عوانهم صراحه الله يكون في عوانهم لذلك الشيء السيرفيس اللي تديروا الخدمات اللي تديروا الله يكون في عوانهم ولكن الإدارة اليوم تلقاوها بأن ما بقاش إدارة الأمس ولات إدارة واحدة أخرى جديدة ولات عقلية جديدة ولو زعما تستقبلونا وتي الوثائق ديالنا تنطلبوهم تيعطيوهم لنا.